لتحليل بينضم إلينا من بيروت سيد عمر معربوني الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد عمر، أرحب بك عبر منتصف النهار. تحياتي لكم. لك سيد عمر آراء خاصة، وكنا تناقشنا فيما سبق في منتصف النهار عن فكرة توسعة الحرب، وكان لك إيمان خاص بقدرة حزب الله على الصمود وعلى الصد على الجانب الإسرائيلي مهما توسعت دائرة الصراع. لكن أريد أن أخذك إلى الجانب اللبناني سيد عمر، هل بتعتقد بأن الحكومة أو السياسة اللبنانية هي جاهزة ومقتنعة بأنها إذا دخلت في حرب هي ستكافئ بمعادلتها الاقتصادية والسياسية وستجاري حزب الله في الصراع على الجنوب اللبناني مع إسرائيل أو على الشمال؟ تحياتي لكم مجددا. الحقيقة المسألة تحتاج إلى إحاطة يعني واسعة، وأود هنا أن أوضح مسألة أعتبرها يعني في غاية الأهمية. أنا دائما يعني أتجرد من عواطفي ومشاعري واصطفافاتي السياسية عندما أقارب القضايا التحليلية المرتبطة بأي أمر، سواء كان في الجنوب اللبناني أو كان في غزة أو في أي مكان آخر في العالم. لذلك يعني الآراء التي أعلنها عبر شاشاتكم الكريمة أو أي شاشات أخرى ترتبط فقط بقواعد التحليل العلمي المستندة إلى المعطيات والمعلومات والمؤشرات. بالعودة إلى سؤالك، يعني هناك في لبنان الحقيقة يعني حالة من الانقسام السياسي حول الكثير من القضايا. من ضمن يعني الانقسام القائم في لبنان، هناك انقسام حول مسألة المقاومة وجدوى المقاومة ومسألة استمراريتها، لكن هذا الأمر يعني موجود منذ ثمانينيات القرن العشرين، وفي الحقيقة يعني هو أمر يعني يجب الانتهاء منه، لكن ظروف لبنان المعروفة لا تتيح للبنانيين الخروج حتى اللحظة من هذا الانقسام. المقاومة الآن تقاتل مستندة إلى مجموعة من المستندات. المستند الأول أن هناك يعني تشريع قانوني لعمل المقاومة في البيانات الوزارية المتتالية للحكومات اللبنانية منذ التسعينيات حتى لحظتنا هذه، وبالتالي المقاومة على المستوى القانوني هي مشرعة في لبنان. على المستوى الأخلاقي والإنساني وعلى مستوى القانون الدولي الإنساني أيضا، هناك يعني الكثير من التشريعات التي تجيز للشعوب وللدول أيضا يعني القتال والمقاومة في مواجهة أي محتل وأي معتدي. إذن هذه المسألة هي مطار جدال يعني قائم وموجود، ولا أعتقد أنها ستنتهي الآن. بالنسبة للوضع الاقتصادي، لا شك أن لبنان يعيش حالة اقتصادية مزرية، بل يعني مزعجة جدا، وسبب هذه الحالة الاقتصادية ليس المقاومة، سبب هذه الحالة الاقتصادية الإدارة السيئة للطبقة السياسية في لبنان. وهذا أيضا يعني مسار جدال طويل. بغض النظر سيد عمر عن الأسباب، يعني بغض النظر عن الأسباب، أنت الآن تتحدث عن وضع اقتصادي وتؤكد أنه متردي، هل هناك من يعني قدرة لنزيد الطين بلة؟ يعني حرب وأنت وضعك الاقتصادي صعب. نعم، يعني هناك خيارات، يعني إما أن يستسلم لبنان وإما أن يقاوم. يعني الوضع الاقتصادي السيء لا يجيز لأحد انطلاقا من الاعتبارات التي ذكرتها سابقا، سواء القانونية أو الإنسانية أو الإخلاقية، الاستسلام للعدو الإسرائيلي. ولبنان يعني عبر مقاومته اتخذ قرارا واضحا في هذا الصدد. طيب الآن حتى يعني نوصف الوضع اللبناني بشكل يعني واضح، هناك حرب حقيقية تجري في لبنان. لا شك أن الحد الأمامي أو منطقة الحد الأمامي بعمق يصل إلى 5 كيلومتر هي منطقة مسرح عمليات، لكن حكمة المقاومة في لبنان إضافة إلى يعني القرارات الصائبة التي تتخذها يعني بعض الوزارات والقيادات السياسية في لبنان حصرت هذه المعركة في مسرح عمليات محدود. يعني لبنان الآن لم يتأثر بالمعنى
الذي طيب يعني يطرح حقوقه مسرح مثلا عمليات على سبيل المثال. سيد عمر، مسرح عمليات محدود، تتحدث عن مسرح عمليات محدود، سموتريتش على الطرف الآخر يصرح بأنه أن حرب مع لبنان لابد أن تكون يعني حاضرة، هي مكلفة الثمن قال ذلك، ولكن هي يعني لابد أن تكون حادة وصعبة، هي حادة وصعبة، وصفها بأن لابد أن تحارب إسرائيل لبنان بشكل حاد، وكانت هناك تصريحات بتحويل لبنان العصر الحجري وتنديدات أيضا بتحويل بيروت إلى قطاع غزة. وهنا تتحدث معي أنه يعني لماذا الضحك؟ يعني تتحدث معي عن فكرة أن تجر إسرائيل أو حزب الله إلى أتون حرب، أنت تقول بأنها حرب محسوبة، حرب محسوبة. أنا أتحدث معك عن يعني واقع وتصريحات من وزير مالية، من نتنياهو نفسه، حتى من يوآف جالانت وزير الدفاع. أولا يعني بسمة يعني أو الضحك يعني على التصريحات الإسرائيلية والبسمة لحضرتك. أنا سعيدة بالضحك، لأن الكريمة. أن تكون في برنامج سياسي وأنت مرتاح ومبتسم شيء جميل، ولكن نعم أريد نعم إجابة. لا لا سعيد يعني سعيد العبارة اللي يبدو ما سمعتيها. الضحك على التصريحات الإسرائيلية والبسمة لحضرتك ولقناتكم أشكرك. الكريمة. حقيقة أنا وسأرسل لك مقالة اللي كتبتها قبل شهرين من طوفان الأقصى، من معركة طوفان الأقصى. عنوان هذه المقالة يعني بشكل واضح معادلة العصر الحجري بين الحزب والكيان الإسرائيلي أين وكيف. في هذه المقالة يعني أنا شرحت الأهداف الاستراتيجية بإحداثياتها في الكيان الإسرائيلي، لأنه طبعا يعني حتى ما قبل طوفان الأقصى كان هناك تهديدات لبنان بإرجاعه إلى العصر الحجري. أنا طمأنت الإسرائيليين، لبنان أصلا موجود في العصر الحجري، هذه الطبقة السياسية لم تترك شيئا للبنانيين يعني، وبالتالي لا حاجة بهم إلى التهديد. من سيعود إلى العصر الحجري هو الكيان الإسرائيلي. كيف؟ هناك 400 هدف استراتيجي في الكيان الإسرائيلي على عجالة، طبعا سأذكر محطات المياه، محطات الكهرباء، محطات تكرير النفط، الغاز، المراكز الأساسية المرتبطة بالاتصالات، البنى التحتية المختلفة، أيضا يعني آبار البترول والغاز وما إلى ذلك، المنصات الموجودة في البحر. وبالتالي هذا يعني يمكن أن يتحول إلى رماد. عندما تريدين أن تهزمي دولة ما، يعني طبعا ليس المقصود هنا أن تقتلي كل الشعب أو كل الجيش، يكفي أن يتم يعني تدمير البنى التحتية الأساسية والاستراتيجية حتى يصبح هذا الجيش وهذه الدولة عاجزة عن الاستمرار في القتال. على المعايير التي تحكم المعركة بين لبنان والكيان الإسرائيلي محكومة بقوانين المعركة اللامتماثلة. وأنا يعني عبر قناتكم الكريمة أود أن أطمئن اللبنانيين وكل من يحب اللبنانيين بعدم قدرة الإسرائيلي على تحقيق أهدافه. لماذا؟ لأنه من الخطيئة التي يمارسها البعض هو استخدام نفس أدوات التحليل والقياس التي كانت قبل 7 أكتوبر. الآن نحن أمام وضعية مختلفة. على سبيل المثال المقاومة الآن ليست مقاومة في 2006، هي في 2006 كانت تمتلك يعني عدد قليل من منصات صواريخ المضاد للدروع، الآن تمتلك مئات منصات مضاد للدروع. المقاومة لم تكن تمتلك صواريخ بعيدة المدى، الآن تمتلك آلاف الصواريخ بعيدة المدى والدقيقة أيضا، ونسبة الخطأ فيها بسيطة جدا، وهي تحمل رؤوس متفجرة كبيرة جدا. المعادلات الآن يعني التي يثبتها الوضع، يعني الإسرائيلي لو كان قادرا منذ 8 أكتوبر حتى اللحظة أن ينفذ تهديداته على لبنان، وضحت الفكرة. يعني سأغلق هذا الحوار بهذا السؤال المفتوح، إذا كان الإسرائيلي قادر على تنفيذ تهديداته إلى هذه الساعة لم ينفذها بشكل واضح على الأرض. أشكرك سيد عمر معربوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت.